مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا، معكم حياة مية. الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم هي عبارة عن دي شو على نوا دو كوكو. الوصفة هي جد سهلة وسريعة، نشوفوها مع بعض. لا بروميير دي شوز افير اللي هي لا باتا شو. نحطوا الكاسرونة تاعنا 125 غرام تاع الماء، ونديروا معاه 75 غرام تاع زبدة. نخلو الزبدة تاعنا تذوب في الماء. اونتخو طون انا قلت هاد اللي قلت لكم بلي هاد لي شو راح يكونوا بلا نوا دو كوكو، وانا في هاد لا غوسيت حنرومبلاسي لو فوندون بشوكولا بلون. لازم ندوبها في بان ماري، دونك نوجد البان ماري تاعي على الافونس. لو طون لي الزبدة تاعنا راهي تذوب، نحط الماء تاعي سخون لو بان ماري، الزبدة تاعي راهي تذوب بالعقل في الماء. هاد لاباتا شو عندنا 125 غرام تاع الماء، 75 غرام تاع الزبدة، زوج بيضات متوسطة إلى ثلاثة سا ديبون، وعندنا تاني 125 غرام تاع الفارينو. انا درت الكميه لا غوسيت قسمتها على زوج، خرج ديجا هادي حتخرج لي كميه معتبره من لي شو. الفرينه تاعي نخلي الماء مع الزبده تاع كتابه الزبده حتى الغليه الاولى، كي نشوفو غلا الغليه الاولى نزيد له لا فارين تاعي. فوالا نشوف بلي الماء تاعي مع الزبده بداو يديروا دي بول، دونك ناخذ 125 غرام تاعي تاع لا فارين، نجي نديرهم دان كو فوق هذا الخليط زبده وماء اللي قلت لكم حتى غلاو فوق الفرن. فوالا نرموهم ضربه وحده نبداو نخلطو. كي ديروا لا فارين عفوا تلاحظوا بلي تكونلنا ديريكتومون اون ماس، سي توت افي نورمال. نكملو نحركو فوالا حتى وين تولي تتنحالنا من لاكاسرول بهذه الطريقه، تولي ما تلصقلناش في لو فون تاع الكاسرونه تاعنا. فوالا نخلطو، نحو الكاسرونة تاعنا من النار، وقلنا عندنا زوج حبات بيض نجو نضيفوهم، نكسرو الحبابيض تاعنا ونخلطو غابيدمون باش البيض تاعنا ما يطيبش. نزيدو الحبة الدوزيام، نخلطو، حتى وين نخلطو حتى وين البيض تاعي يدخل كومبليتمون
في الخليط. فوالا وتولي عندي اون بات بهذا الشكل. اذا كانت متماسكه بزاف قلت لكم زوج الى ثلاث حبات بيض، تقدروا تزيدوا لها حبه ولا نص حبه بيض. انا اخترت زوج حبات بيض كانوا كوبام كبار. فوالا حط لا باتا شو تاعي سوغ لو كوتي. ناخذ اون بوش ادوي، نختاروا اون دوي. انا اخترت اون دوي مسننه هكذا بور شونجي ان بو، ما خيرت اون دوي ليس. تقدروا تخيروا، فو بوفي ليسي ليبر كور ا فوتر ايماجيناسيون الشكل اللي حبيتوه. تقدروا ديروه على شكل دي زيكلير، الشكل اللي حبيتوه ما يهمش. طون الماء تاعي تاع لو با ماري سخن، نحط الشوكولا تاعي اللي حنستعملو كيما قلت بور لو غلاساج. فوالا الماء غلا، دونك نحي الكاسرونه من فوق النار ونحط لو شوكولا تاعي اللي درتو في ان ريسيبيون عفوا تاع زجاج، ونخليه براحتو لو طون اللي نكمل لا بريباراسيون تاعي. نلقى لو شوكولا تاعي داب. انا toujours في لي بريباراسيون تاعي نفضل يعني نستعمل لي بوش ادو جوتابل ليربح الوقت وما يتعبوناش بزاف. نجي نحط لا باتا شو تاعي داخل داخل لا بوش ادوي. فوالا بسم الله. انا كنت جي بريشوفي لو فور تاعي ا 180 دغري. ناخذ اون بلاك، نحط لو بابي كويسون تاعي فوق لا بلاك. ونجي بلا بوشا دو تاعي نجي كونفيكسيون مي شو. نحاول كيفاش تكون يكون لو بابي تاعي سوا مع سنيوا. فوالا هكذا باش ما يزغلش ويسهل لي الطريقة. نجي جو ديبوز اون بوتيت كونتيتي. فوالا انا قلت لكم خيرت اون دوي مسننة. فوالا كي يطيبو لي شو تاعي يتنفخو يجو مدرجين من لي كوتي. Faut savoir que les choux tiennent qui très beau, ils vont doubler de volume. On va essayer des calibres différents, كبير متوسط صغير. Mais le dressage tiennent, ils connaissent des calibres différents. On va essayer de laisser un peu d'espace entre eux. Donc, comme je vous ai dit, ils doublent le volume qui très beau. Je vais mettre la seconde.
ندخلوا لي شو تاعنا للفور بوندون 7 8 مينوت سا دي بو حتى كي نشوفوهم حمارو. قلنا جو رابيل بلي قلت لو فور بريشوفي ا 180 دوغري. اي وصفه لازم نديروها يفو توجور بريشوفي لو فور من قبل. دوكا ندوزو لا كريم اللي هي عباره عن كريم باتيسيير بلا نوا دو كوكو. لا كريم باتيسيير تاعنا هادي جدو سهله ومتكونه من دو بارتي باش ما تتلفلكمش. عندنا لا بارتي ا لا بارتي بي. لا بارتي ا تاعي متكونه 250 غرام تاع الحليب 35 غرام سكر. اي لا بارتي بي حتكون متكونه من 3 صفار بيض 35 غرام سكر و 22 غرام مايزينا. هنا نبداو ناخذ كاسرونه وندير الحليب تاعي ذكر قلت 250 غرام. هنا نخلطوه مع 35 غرام تاع السكر. حاولوا نخلطوا السكر باش يذوب لنا في الحليب. هنا ونخلوه يسخن. في هذا الوقت نسيباري لي جون من لي بلون. نسيباري لي بلون من لي جون. فوالا بسم الله. انا نسحق غير صفار البيض. لو بلون دوف تاعكم كي يكون عندكم ان بلون دوف قاعد ما ترموش خبوه في الفريجيدير و اي سو كونسيرف. اذا حبيتو مثلا ديروا دي ماكارون ولا لانه لي ماكارون وصفه راح نشوفوها ان شاء الله مع بعض وتتطلب انه لي بلون يكونوا بايتين. نحط لي جون دوف تاعي داخل ريسيبيون نخلطهم. ناسو توجور الحليب تاعنا باش ما يغلي لناش وما يفتش. نخلطو 3 صفار بيض تاعنا مع 35 غرام تاع سكر. سكر عادي يعني سكر كريستاليزي. فوالا نحاول نخلط حتى وين يذوب شويه السكر تاعي مع البيض. ونجي نزيد لهم 28 غرام تاع المايزينا. نخلط المايزينا هي اللي حتعاون هاد لاكريم تاعنا باش تماسك فوق الفرن. صفار البيض تاعنا نخلطوا صفار البيض تاعنا قلنا مع السكر وضفنا له 22 غرام تاع النشا يعني لا مايزينا. نخلطوا نجو ناخذوا كميه صغيره من هذاك الحليب تاعنا اللي كنا مخلينه فوق النار. قلنا درنا 250 غرام تاع الحليب مع 35 غرام تاع السكر. نديروا كميه قليله فوق لو ميلونج تاعنا. فوالا ونجو نضيفوه فوق الحليب. دونك نديرو لا بارتي بي سور لا بارتي ا. قلنا لا بارتي ا نعاود نذكركم اللي هي متكونه من الحليب والسكر اللي قمنا حطيناهم فوق النار حتى وين سخن. اي لا بارتي بي اللي متكونه مسافر البيض السكر ونشا. هنا
ونخلط لاكريم تاعي بالعقل حتى وين تشد روحها تتماسك. لاكريم تاعي شدت روحها، انا حان اروماتيزيها، نضيف لها غرفة ولا زوج تاع لانوا دو كوكو غابي. نقدروا تاني اذا حبينا نستعملوا لولي دو كوكو، لكن انا جي بريفيري نستعمل هكذا لا نوا دو كوكو جافه هكا pour avoir داك لو بيتي كروستيون داخل لا كريم. فوالا نحو لا كريم تاعنا من النار، ناخذ ان ريسيبيون ونحطو لا كريم تاعنا داخلو باش تبرد لنا. فوالا كما قلت لكم لازم توجور لا كريم باتيسيير تاعنا نغطيوها بفيلم ترونسبارون، اون فالا فيلمي او كونتاكت، يعني نلصقوا لو فيلم تاعنا ترونسبارون مع لا كريم باش ما تكونلناش هذيك لا كروت هذيك القشره. اي بور ليجيان تاعنا يعني للنظافه دو بريفيرونس نغطيو اي حاجه ديروها. فوالا هكذا نلصق لو فيلم ترونسبارون تاعي في لا كريم. فوالا باش تبرد لي بالخف نديرها في لو فريغو. ما نساوش نعسو لي شو تاعنا، اونتر طون نقي لو بلان دو ترافاي باش نقدروا نخدموا آلاز. لما ننسى نخبي لي بلون تاعي باش نستعملوهم ان شاء الله قلنا بور لي ماكارون. باش لازم نكونوا اقتصاديين كي نطيبوا. فوالا نقيو البلان تاعنا، انا لي شو تاعي راهم في الفور، لكن انا كنت وجدت من قبل لي شو باش نربحوا الوقت. تلاحظوا انو لي شو تاعي ما عندهمش فورم ريغولير، وهذا الشيء اللي كنت حايباتو، يعني لاني اخترت اون دوي مسننه، دونك نلاحظوا هذا التدرج في لي شو تاعنا. فوالا ناخذ لا كريم باتيسيير تاعنا، مازال هاد السياد ما بردتش بزاف لكن سي با غراف. ناخذو اون دوي ونخيرو ان كاليبر، عفوا ناخذو اون بوشا دوي ونخيرو ان كاليبر تاع اون دوي. فوالا نحي لو فيلم تاعي فوق لا كريم،
انا نذكر بلا كريم تاعي قلت مازال ما بردتليش مليح، مازالها سخونه، لكن لي ربح الوقت. نتوما في البيت تقدروا تخلوها حتى وين تبرد وتخدموا بعقلكم. ناخذ لي الشو تاعي وراح نجي ندير ثقب فيهم باش نقدر ندخل لا كريم باتيسيير تاعي بهالطريقه، غير قسمه تدخل لا دوي تاعي. لي شو نقدروا نديروهم سكري ولا سالي، نفس الشيء بوغ لي زيكلير. يعني لا باتا شو هي سريعه وسهله. فوالا دونك ناخذ لا بوشا دوي تاعي ولي شو ونجي فوالا نقرنيهم هكا. حاول نقرني كاع لي شو تاعي لا بات عفوا بلا كريم باتيسيير. فوالا نكملوا بهالطريقة، نزيد لهم اللي نحس بلي مش معمرين. فوالا نكملوا بهالطريقة حتى يخلص لنا لو ميلونج. قلنا بلي اليوم حنا نحاولوا نغيروا في هاد لي شو ونديروهم دي شو بلا نوا دو كوكو. اذا ثاني حنا نغيروا في لو جينيرالمون لي زيكلير ولا لي شو يجوا فيهم لي كاراميل ولا لو فوندون. انا اليوم جاوبتي يعني خيرت نستعمل شوكولا بيضاء، لان الشوكولا بيضاء تتماشى مليح مع لانوا دو كوكو، ونحاول انه ندخل لي شو تاعي في شوكولا بلون من الفوق وندير لهم لانوا دو كوكو. هكذا كي تيبس هذيك لو شوكولا ونوغا هذاك لي في كروكون. الشوكولا تاعي البيضاء قلت دوبتها في الباماري. ان هذه الوصفه جد سهله وسريعه، يعني ما تطلبش وقت كبير. ما قاد العليا غير نجي ناخذ لي شو تاعي، نحاول اني يعني ندخلهم كيما كي نديرو طليه لكن غير لا هوتور داخل لو شوكولا فوندو تاعنا بهذا الشكل. عندي انايا نواد كوكو بيضه ونواد كوكو اللي ضفت لها لو كاكاو باش ولات كحله. فوالا تو سامبلومون قلت عندي لانواد كوكو بيضاء ولانواد كوكو اللي خلطت لها لو كاكاو. كيما ندخلوا لي شو تاعنا داخل لو شوكولا بلون ونجو لو بخومييي نديروه داخل لانواد كوكو بلونش. تقدروا اذا حبيتوا تدخلوا كومبليتمون لو شو تاعكم في لو شوكولا بلون، انا فضلت ندير غير لو هو. فوالا مام اذا دخلناهم كومبليتمون يجوا شابين افي بول دو نيج. لكن ما ننساش اوسي لي شو اللي خليتهم في الفوق. فوالا لي شو تاعي وجدوا. نوري لكم كيفاش يجوا. اهم لي كلي شو تاعي كي طيبوا نلاحظوا انهم تنفخوا يزون دوبلي دو فوليوم. فوالا حطوهم على جنب ونكملوا مع لي شو تاعنا.
نقدروا نديروهم في نوا دو كوكو نوار. تقدروا تاني في بلاصه لو شوكولا بلون تستعملوا شوكولا نوار، لكن كما قلت لكم لو شوكولا بلون يتماشى تري بيان مع لا نوا دو كوكو، بور سا انا فضلت نستعمل لو شوكولا بلون. تعالى انا نكمل لي شو تاعي اللي قعدوا نتلاقاو باش نشوفوهم في صحن تقديم. فوالا ناخذوا صحن تقديم تريسيو لي شو تاعنا. نحاول ما نخليش مسافه بزاف بيناتهم. فوالا فوالا لي شو تاعنا هام ليك اون فان دريسي. نذكر انهم دي شو بلا نوا دو كوكو اي شوكولا بلون. نتمنى ان الوصفه تاعنا نالت اعجابكم، ان شاء الله كنا خفاف عليكم. نبقى لي غير نقول لكم تلاقاو في عدد مقبل نفس الموعد نفس القناه. من هذاك الوقت هلاو بزاف في روحكم. سلام.